قضية تعذيب جديدة بطلها إرهابي من نوع خاص، فهو طالب بكلية الهندسة ومخترع لسيارة تسير في الظروف الصعبة وتتصل بالقمر الصناعي، وسبق تكريمه في عدة مسابقات علمية، إلا أنه بحسب رواية والده فقد ألقي القبض عليه خلال انتظاره أحد أصدقائه على مقهى يقابل قسم المنتزه بالإسكندرية. فما المصير الذي ينتظر الطالب صلاح جلو؟ ومتى يكون الاحتفاء والعناية نصيب مشاريع العباقرة بدلاً من تعذيبهم واعتقالهم؟ أنا لما شفت الأحكام دي ظهرت في مرة واحدة حصل لي نوع من الرعب. إذا كان الطالب المخترع عبدالله عاصم قد تمكن من مغادرة مصر فراراً من التغييب وراء القضبان وتدمير مستقبله، إلا أن الطالب بكلية الهندسة صلاح جمال جلو لم يتمكن من تجنب هذا المصير بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه بمحافظة الأسكندرية في 6 يوليو الماضي أثناء زيارته لأحد أصدقائه في شهر رمضان، وتعرض للتعذيب في قسم شرطة المنتزه. مسكوه، قلعوه هدومه، قلعوه التيشيرت اللي هو لابسه وخلوه على اللحم وهو صايم، ونزلوا فيه 4 ضباط وأمناء شرطة، نزلوا فيه تعذيب 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 وضرب عشان يقر بحاجة. طيب ابني ما عندوش حاجة عشان يقر بيها، يقر بإيه؟ لم يواجه صلاح التعذيب مرة واحدة فقط، وإنما تعرض له في كل المراحل التي مر بها منذ اعتقاله. ازاي ابني يتنقل من اسم او من اسم المنتزه ويروح اسم اول رمل او اسم رمل اول ويتعذب هناك تاني، ويتعمل له محضر تاني، يتقطع المحضر الاولاني ويتعمل له محضر تاني، ها، لطالب مخترع، طالب متفوق، طالب انتوا بتحطموا الامل فينا، كده حرام، كده ما يرضيش ربنا. النيابة من جانبها وجهت لصلاح تهم قطع الطريق والتظاهر ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام، ليقبع حاليا داخل أسوار سجن برج العرب بعد تجديد حبسه بصفة مستمرة. ده يقاوم سلطات، ده يكدر السلم العام، راجل مخترع، راجل عايز ينفع بلده، راجل عايز يعيش بحرية وكرامة إنسانية. ده هو العدل؟ أنا بطالب بالعدل. كرم صلاح من جهات عديدة أبرزها جامعة المنصورة والمعهد العالي للهندسة بكفر الشيخ، كما فاز مع فريقه الطلابي في مسابقة روبوريس العلمية على مستوى الجامعات المصرية، وكان مقررا أن يطور اختراعات أخرى. ابني طالب مخترع، اخترع عربية، عربية دي بتعمل في الظروف الصعبة، بتخترق الجبال، بتحمل كاميرا، بتشتغل بالقمر الصناعي. ما بين السجن والاعتقال وتلفيق التهم أو الفصل التعسفي أو السفر والفرار خارج البلاد، تنحصر خيارات عدد من الطلاب المتفوقين والعلماء في مصر هذه الأيام، ليتعظم الخطر الذي يواجهه الباحثون ويضاف إلى معاناتهم في بلد طارد للكفاءات والعلماء منذ عقود.